لعبة الكراسي اليوم مع ختام الغراوي. السلام عليكم مشاهدينا ورحمة الله، سنة سعيدة وآمنة وكل عام وأنتم بألف خير وأمان. مشاهدينا الأحبة، ارتئينا في بداية هذه السنة أن نبتعد بكم قليلا عن أجواء السياسة واللي نعتبرها جزء رئيسي بمشاكلنا ونفسيتنا وطاقتنا كبشر نتيجة إخفاقات الحكومات المتكررة اللي تتلاعب بمقدرات مواطنيها وتؤثر بالنهاية في نظرتهم للحياة. نتحدث اليوم عن سنة 2023 طاقيا وما يمكن أن تحدثه من فرق في مفاصل حياتنا المختلفة وما يقول عنها علماء الطاقة والاجتماع ومدربي الحياة. وهل من الممكن أن يفلح العلاج الطاقي والروحي الذي يغزو العالم الآن في شخصية الإنسان العراقي الذي يعيش في بيئة أقل ما نقول عنها محبطة وولادة للأزمات وربما غير مقتنعة أو متقبلة كليا لفكرة هذا العلم؟ وفي ظل هذه الظروف الصعبة كيف بإمكاننا أن نبدأ سنة مفعمة بالطاقة والحيوية والإيجابية والتفاؤل؟ بعد الفاصل نرحب بضيوفنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا ونرحب بضيوفنا الدكتور حازم دوس العتابي خبير التنمية البشرية. حياك الله دكتور، كل عام وانتم بخير وسنة سعيدة وآمنة إن شاء الله. وأيضا نرحب بمدربة التنمية البشرية واللايف كوتش السيدة أسيل أحسين. سيدة أسيل حياك الله، شكرا لوجودك اليوم ويانا وسنة سعيدة على حضرتك. سنة سعيدة على الجميع. كذلك معنا الدكتور رسول المطلق أستاذ العلم الاجتماع. دكتور رسول أحييك وكل عام وانت بخير إذا كنت تسمعني بوضوح. كل عام وانت بخير. اهلا سنت. اهلا ومرحبا. خليني ابدا مع حضرتك ست اسيل، ونتمنى في هذه الحلقه ان تكون دعواتنا وامنياتنا مستجابه بان يعم الامن والامان على عراقنا الحبيب. ومثل ما ذكرت بالمقدمه ارتئينا بهذه الحلقه ان نبتعد شويه عن الاجواء السياسيه ومشاكلها واللي نعتقد انه هي جذر لاغلب مشاكلنا. بشكل عام 2023 شنو طاقتها؟ شلون راح تكون؟ ما نسمع اليوم هل هي تكهنات؟ هل هو علم فلك؟ تنجيم؟ توقعات؟ سولفينا. تمام، ابتداء سنة سعيدة، كل عام وانتم بخير. كش سعيدة أنا اليوم أنه أطلب أول يوم من السنة من خلال برنامجك ست ختام، برنامجك إلى ثقلة يعني يم الشعب العراقي. شرف بوجودك. ابتداء أنا يعني السنة أنا هواية قريت عليها، يعني أنا طبعا مو اختصاص علم فلك أو تنجيم أكيد، يعني أنا مدربة حياة. متفائلين أكيد أنه سنة 23 هي سنة جميلة بها طاقات حلوة، بها تحقيق لنوايا كثير، سنة تغييرات. لكن أرجع أقول أنه الإنسان نفسه هو اللي يصنع واقعه، هو اللي يصنع ويحدث التغيير، يبدأ منه. يعني إذا إحنا مثلا نتفق في نسبة خلينا نقول تكاد تكون 70 أو 80%، إنه هي سنة بيها كثير من التغييرات الحلوة، سنة بيها تحقيق نوايا، طيب أنا إذا كإنسانة سواء يعني عراقية أو كأي من أي يعني دولة أخرى، أنا إذا محاطة بطاقة سلبية وأشوف الواقع هو سيء ومستحيل راح يتغير، هاي السنة بكل طاقتها الحلوة شنو ممكن تضيف لي؟ فإذا التغيير يبدأ من الإنسان. على اعتبارها كلها أيام الله وإحنا من نتحكم بهذه الأيام بكيفية نظرتنا إلها، هل إحنا ضحايا أم إحنا ناجين؟ بالضبط. لكن شلون نعرف إنه هذه السنة مثلا مباركة، سنة بها هواي تفاؤل مثل ما ذكرتي حضرتك؟ قضية الرموز بالأرقام إلها علاقة لو قراءة للوعي الجمعي ولظروف العالم بأكمله حتى نقدر نحكم أنه هذه السنة هي سنة جيدة؟ والله أنا يعني أرجع أقول لك ست ختام أنه أنا يعني مو اختصاصي، حتى ما أدخل في اختصاص مو اختصاصي، يعني أنا مو خبيرة بعلم الأرقام ولا أنه أقدر أشوف، بس أنه السنة هي طاقتها حلوة. يعني مثل ما إحنا نقول هاي السنوات الأخيرة هي تحولت من الطاقة الذكورية إلى الطاقة الأنثوية والدكتور ويانا، لذلك بدأنا فعلا إحنا كنا بالبداية نقول هاي تكهنات.
لكن فعلا بالسنوات الاخيره هذه راح تحصلين اياها فيما بعد. اي نعم بالضبط، فعلا حسينا انه للمراه صار لها اثر على كل الجوانب، بدت تنجح وبدوا الناس يستقبلون هذا الشيء رغم انه كان مرفوض، حتى في خلينا نقول في اقل المجتمعات وعيا وثقافه بدوا يتقبلون. اذا هي طاقه سنوات. بس ارجع اقول بغض النظر عن انه تكهنات الناس اللي هم اختصاص بهذا الموضوع، ارجع اقول اني كشخص كانسان كفرد بهذا المجتمع شلون اني اقدر احدث التغيير بذاتي اولا، ومن ثم على واقعي، ومن ثم على المجتمع اللي اني احيا به يعني بشكل عام. طيب دكتور احييك من جديد، وعندك ربما اراء مغايره مختلفه وربما تختلف مع ست أسيل أيضا في قضية علم الطاقة، يعني كعلم مثبت وربما تشوفها نظرية يمكن كنا نتناقش قبل البرنامج. منتحدث عن قضية الطاقة الإيجابية، وخلنا نتحدث عن المواطن العراقي اللي يعيش في بيئة يعني خلينا نقول ملغمة بالأحداث والأزمات والمشاكل. من نجي نتحدث ونقول له فكر بطريقة إيجابية، ابتعد عن السلبية، يكون متفائل، ربما يحسنا إحنا دنباوع عليه من خلف نظارة وردية. شلون نقدر نخاطب المواطن العراقي في ظل الظروف اللي يعيشها ليكون شخص متفائل او يفكر على الاقل بطريقه ايجابيه؟ اجيت اول شيء السلام عليكم، تحيه لحضرتك وللاخت والدكتور رسول. وعليكم صار السلام. فتره ما شاف الدكتور رسول صديقي، يعني يحفظك ان شاء الله، وسنه سعيده ان شاء الله على الجميع ان شاء الله، خاصه على العراقيين، هذا الشعب المظلوم على طول الخط. يعني خلينا نبتدي اولا يعني بما موضوع يسمى علم الطاقه، كعلم الطاقه يعني هو ماكو شيء علميا مثبت انه هو كل شيء اسمه علم الطاقه. وظل اقول اني من اوائل الناس اللي جبت هذا الموضوع من السويد قبل 15 الى 16 سنه، وتالي طلعت متوهم، واعتذر انه اني جبت هذا الموضوع وروجت له في بدايه الفضائيات. يعني مو صحيح، لانه احنا كنا نفرق بين اكو علم الى اساسيات والى اثباتات. الموضوع يحتاج لوقت حتى يثبت، الى ان يثبت احنا نتصرف بالموجود، الى ان يثبت هذا موضوع اخر. نتكلم حاليا هو عباره عن نظريات، الكثير منهم هو عباره عن دجل ويخدعون بالناس. انا اسميه اصلا هو هذا دجل برؤيه جديده، لانه الدجل لازم يصير مودرن هسه بعد، ما يفيد الدجل مال فلان وملا فاخر ما ملا فاخر ويقرا عن الناس وحرمل بعد، الناس تطورت تراد لها دجل هسه بالانترنت. يعني تعتقد هو نفس الخط لكن نفس الخط طبعا نفس الخط نفس الخط بالنسبه لي، ماكو دليل علمي. احنا نتكلم هسه اكاديميا، دليل علمي خلي واحد يجيب لي دليل علمي. هو هذا يقال انه اجى واحد هو هم يدعي بعلم الطاقه وهو كل شيء يسوي، اجى واحد الامير الروسي، هذا طبعا هذا حكي من كانت قبل الثوره البلشفيه 1917، اجى قال لهم ماكو مشكله، هذا كل شيء يحيي الموتى وعنده امكانيات بسيطه، اجى قص راسه قال لهم خليه يرجع نفسه. يعني احنا كنا نثبت هذا الموضوع. هذا من جانب، جانب اخر نثبت اذا كان الشيء مادي. يمكن ذكرت قضيه الطاقه، هي استشعار، هي شعور، تشعر هذا الشخص ايجابي، هذا شعور ينطيك طاقه حلوه، هو شعور، فكيف اثبت هذا الشعور؟ جيد جيد. هذا اكو فيلسوف كلش حلو كبر اسمه، هذا هو نمساوي انجليزي الاصل، كلش يقول اي علم لا يثبت خطاه فهو ليس بعلم. انت كنت تثبت له خطا، هسه هذا كلام اقول طاقه وجت، اقول هسه اجت كائنات من الفضاء، تعال تثبت، لا ما تنشاف، هاي غير مرئيه. الطاقه والاضاءات لا، انا اريد العلم يكون يثبت خطاه حتى يثبت انه هذا علم. اما ميتافيزيقيا ما وراء، احنا ما جاي نحكي بوحي، نتكلم في الموضوع يكون موجود مثبت علميا الى اساسات علميه، العلم الى اساسات. تجارب الناس ما تكون شواهد على الاثبات، البعض يقول لك انا شفت فائده. الام هو هسه راح اجيب هذا الجانب. انا اقول انا هذا لا انفي انه معنويا اكو طاقه ايجابيه، انه احنا لازم نبتسم وتبسمكم في وجه اخيك صدقه ونساعد العالم، وهاي راح تعطيك طاقه ايجابيه. لا تفهم خطا انه هي هذا بالفعل، انه اكو طاقه واكو علم اسمه طاقه وعلم التنجيم. علم التنجيم هو خب مو صحيح، ماكو شيء اسم علم التنجيم حقيقه، ماكو شيء اسم علم التنجيم. هذا لويس، انا احب القصص التاريخيه لان كلش تفيد الناس، هي تتركز اكثر اعتقد. لويس الحادي عشر الامير الفرنسي كان عنده واحد همين بذاك، كان حقيقة الظهر ما اعرف، صعد له في يوم قال له فلان اميره من الاميرات بعد 8 ايام راح تموت، سجلوا ورا 8 ايام هاي صدق ماتت. هسه شلون اعرف؟ ما نعرف يعني. فقال هذا خطر علي، جابوه للقلعه اللي فوق، صعدوا راد يغدر بيه يريد يموته من هذا المتنجم، فصعد لي فوق شاف الوجوه مكفهره، قرأ هو مو طاقه، قرأ انه هذا دي يريد يضامر للشر، وشاف الباب مال الشباك مال القاعه واللي كلش عاليه مفتوح، قال له شوف سيدي اني عندي تنبؤ اخر، انه انت راح تموت وراي بثلاث ايام،
عرف انه هو هذا استخدم الذكاء مالته قال لهم فراسه ممكن فراسه وهذا ظل اداري الى ان مات وراء 20 سنه هذا لانه هو استخدم العقل مالته. الكثير من ذول اللي يقولون اكو طاقه والمنجمين وهو يشتغل على اساس كنا اليوم عندنا شخصيات بالوطن العربي توقعاتهم يعني اغلبها تصيب دكتور مو هيش لا لا عفوا اختي يعني العزيز. اكو قراءه راح تصير كذا في السنه الفلانيه راح يصير وباء في السنه الفلانيه وتكون حقيقه ففي الطاقه يعني مفصوله عن المنجم لان هو يعني تناول قضيه التنجيم اكثر واحد اكثر واحد يعني تدرون الدكتور اليهودي البروفيسور مستر ادموس توقعات مستر ادموس واضح جدا هي رباعيات هو يعطيك توقعات هلاميه ما يعطيك بالضبط فلان شيء راح يصير في شخص ممكن اسم احد مشتقات اسم حيدر علي وحيدر وإيلي وراح يصير به فد شيء يتميز هو اكيد خوب راح يتميز يجون ان مذول قاعد وياهم يجي يقول انت يقعد وياك ويقول لك ياخذ المعلومات منك ويرجع يبيع لك اياها بالجديد انه انت اكو ناس متامر عليك اي والله الناس وحده طبعا كلش الناس متامر علي والناس ضدي يظل يسوي هاي الهاله اقول هذا جانب وجانب انه احنا نتكلم بالطاقه الايجابيه المعنويه انه ساعد العالم انه مثل ما قال الدكتور سيجلمان عنده راي انه اكو ناس متفائله واكو ناس متشائمه، هذا فد علم حقيقي، الناس المتفائله اللي ترى كل المشاكل اللي تصير هي مو بسببها، بسبب المجتمع الخارجي، فاني مالي تاثير، انا مو سبب، المتشائم يرى انه هو سبب اساسي بهاي المشكلات. اعتقد احنا رجعنا نفس دائره السلبيه والايجابيه، سواء هاي ما عندي بيها مشكله. اتفقنا بوجود علم الطاقه او لم نتفق. هاي متفقين عليها، طيب. بالمناسبه علميا وانا احب لغه الارقام، علميا انه المشاكل اللي تصير بينا، المشاكل السيئه طبعا، الازمات الكرايسيز اللي يسموها الانجليز، 10% من يمها هي خارجيه. 90% من هاي المشاكل هي ردود افعالنا السلبيه تجاه هاي المشاكل. اذا احنا مسؤولين طبعا عن كل ما يحدث لنا في الحياة. أكثر مسؤولين ايضا عن علاجاتنا. خلينا ننتقل لدكتور رسول. احييك دكتور رسول مجددا اذا كنت تسمعني. والله محييك، اهلا سيد ختام. اهلا ومرحبا وسنه سعيده ان شاء الله عليك وعلى كل من يشاهد حلقه اليوم المختلفه والاستثنائيه. ليش الناس دائما تحتاج الى التحفيز، تحتاج الى من يقرا لها الطالع او المستقبل؟ يعني كعلم اجتماعي اليوم كيف يدرس هذه الحاله وشنو يقول على علم الطاقه؟ نعم، حياك الله ست ختام وحيا الله العزيز الاخ الحبيب دكتور حازم وست اسيل. مشاهديكم الاعزاء نقول لكم جميعا سنه خير وسلام ان شاء الله وعلى عراقنا الحبيب وعلى الانسانيه، نسال الله ان يعم الامن والامان. واقعا اتفق كثيرا مع اخي الدكتور حازم واحييه على هذه الصراحه، انه اليوم جميل الانسان ان يعترف بشيء بعد ان نوه قال انا اول من نوهت عن علم الطاقه، وفعلا انه علم يفتقر الى شيء يفتقر الى الاساسيات، اذا هو الى الان لم يبرهن عليه كعلم، فاحييه على هذه الصراحه وهذه الجراه. واقعا يمكن ايام انتشار وباء او جائحه كوفيد 19 كورونا، اعتقد بدات الناس يعني تبحث في بطون التاريخ والروايات، من هم من يلفق، من هم من يحاول يلوي المصطلحات والاسنادات التاريخيه والوقائع على انها نبئ بها من ذي قبل على مستوى الاسم او الوباء او الصوره ككل. والبعض استنهض من التاريخ او بحث في بطون التاريخ او في الارشيف التاريخي عن اشياء ايجابيه، فكان فد مقطع ومشهد جديد جميل لعله يحمل اجابه على تساؤلك في موقف علم اجتماع اتجاه هذه العلم، وهو مقطع فيديو للدكتور علي الوردي رحمه الله عليه، استاذ علم اجتماع ومؤسس علم اجتماع في العراق. كان يقول انه البعض كان يدعي انه هنالك انه لديه معرفه مسبقه بالطالع ويشخص الناس على انه فلان سيموت وفلان سيموت ومن هذا البيت يروحون هالقد رقم وكذا. زين، بصراحه يقول هذا كان يعمل في مفرزه طبيه قريبه من الانجليز في حينها. زين، فخادم ويعرف يعني ويعرف مصطلحاتهم، فعرف انه كان وباء الطاعون منتشر بالمناسبه، فالطاعون طبيا الافكتات مالته على الانسان التاثيرات يبدا بال احمرار او الاصفرار ومن ثم يتحول الى لون غامق من الحمراء يميل الى البرتقالي، ومن ثم اذا عاد تدريجيا اصفر احمر طبيعي فهذا يرجى شفائه،
وإذا تحول إلى الرصاص الداكن أو إلى الإسمرار يعني احتراق الخلايا والجلد منها يصير أسود لا قدر الله ويتوفى. لذلك هاي أتت مصطلح شلونك اليوم هذا المصطلح الجميل في في اللغة الدارجة اللغة العراقية اللهجة العراقية قد ما يقول له شلونك، لأنه كان يسألون فلان شلون صار لونه، إذا يميل إلى الإحمرار ممكن أنه يرجع، وإذا لا تحول نحو الرصاص. معلومة لطيفة دكتور رسول، هذه القضية يقول عن جذور هذا الأمر، لكن لو تحدثنا بالوقت الحالي حتى نستثمر الوقت. نعم نعم. ليش دائما نعتقد أنه إحنا بحاجة إلى مرشدين روحيين إلى مدربين حياة؟ نعم. ما تعتقد أنه إحنا بحاجة إلى أشخاص يمنحون التحفيز، يمنحون الأمل ربما يعني في ظل الظروف الصعبة اللي نعيشها؟ نعم. شنو الخطورة إذا ما يعني كان أكو شخص يأخذ بإيدينا اتجاه الطريق الصواب؟ ست ولو المايك العفو الهاتفون دا يقطع أسمع بعض الشيء وكذا، بس خل تكمل الصورة ولعله. نعم. يقول فبوقته كتب على بيت أحد أقرباء أنه يموتون 5 أشخاص ماتوا، 4 بقى هذا، يقول بقيت وحدي فغسل نفسه وكفن وكذا ونام. يقول وإجا سارق يسرق انتظر لأنه راح يموت سلم للموت. يقول إجا سارق يسرق شاف هذا عباله مكفن وأهله ميتين مدافني، بس قال ليش ده تسوي، مات هذا، فعرف أنه بهذا البيت يموتون 5. إذن هي عملية إيهام وتصدير أوهام. اليوم ما نحتاج اليوم علم الاجتماع يتعامل مع معطيات وانبوت واوتبوت، كيف تكون المدخلات وكيف يكون المخرجات. اليوم اعتقد المواطن العراقي في المجتمع العراقي مواطن عانى الصعاب، عانى الأمرين، عاش نكبات وكثير من الأزمات. يمكن بدون مبالغة أي مجتمع إنساني سواء كان على مستوى الأقليمي أو على مستوى العالمي تعرض 10% من هذه الأزمات لانهار بالكامل. أنا نعم متفائل، قولوا عني هكذا، أنه الإنسان العراقي رغم التفجير والذبح والتقتيل بقى صامد. اليوم ينتظر، نقدر نعتبره متفائل على اعتبار هو يكمل حياته رغم كل هذه الصعوبات، ويمتلك ذاكرة البعض يشكل عليها يقول ذاكرة سمكية. أنه ينسى اليوم من كان عدوه في الأمس إذا فتح صفحة جديدة، هذه أيضا من الإيجابيات. فاليوم المواطن بعد أن قدم كل هذه التضحيات، قدم ولبى كل ما يحتاج منه أو ما تحتاج منه الحكومات المتوالية من قبل 2003 ومن ثم من بعد 2003، أعطى تضحيات ودماء وكذا، اليوم ينتظر بحبوحة عيش. لنأمل عام 2023 ولسنا ببعيدين عن العام المنصرم عام 2022. لاحظنا أنه أيام كانت عصيبة جدا من تظاهرات، من أزمات، من احتدام سياسي. أعتقد بوادر الأمل بدأت بالانفراج بعد تشكيل الحكومة، بعد صعود وتحسن أسعار النفط. نعم اليوم نعيش أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار والأزمة الأوكرانية الروسية وتداعيات. دكتور رسول، هذا خلينا نتساءل إيش قد الأزمات السياسية اليوم والاقتصادية والأمنية إيش قد تأثر على نفسية الفرد العراقي؟ تأثر كثيرا طبعا بلا شك. أنه اليوم المواطن العراقي مثل ما تفضلت يقيس دائما دائرة. اليوم يمكن تصريح بسيط من أحد المسؤولين يشعل الشارع، يشعل الأسعار، يشعل السوق كذا، وممكن تصريح العكس يعمل على التهدئة. طيب. وأيضا قد يكون هنالك ما يسمى إشاعات الأمل. اليوم عندنا احنا في قسم مكافحة الإشاعات في دارة العلاقات والإعلام عندنا رصد يومي ونقدم موقف أسبوع على مستويات الافتراضية والميدانية والفضائية. من الميدان وكذا نلحظ أنه بعد شهر تشرين 2022 لغاية عشية رأس السنة يوم أمس كان هنالك رصد كبير لإشاعات الأمل. المواطن ينظر إلى إشاعات أمل كثيرة أو ما يسمى الإشاعات البيضاء، يقول لك راح ينخفض الدولار، يقول لك الحكومة راح تستقر أوضاعها، يقول لك راح يطون، راح يعينون، راح كذا. هذه الحكومات يعني الرشيدة اليوم تعمل على قياس هذه أو ليس حصرها فحسب وتعدادها، إنما داخل دورات تنمية. نعم. الحكومات الظاهر. طيب دكتور خليني أنتقل لست أسيل. ست أسيل، شلون يقدر الإنسان يبدأ بهذه السنة بدايات جديدة؟ شلون يستقبل هذا العام؟ كيف يضع نواياه؟
هل من الضروري أن يكتب نوايا؟ ليش البعض يقول أنا أكتب النوايا لكن ما تتحقق؟ شلون ينأى بنفسه عن كل الظروف المحيطة الصعبة ويخلق لنفسه خلينا نقول عالم أو بحبوحة من الإيجابية؟ نعم، أولا ابتداء أنا أرد على الأساتذة والدكتور اللي فضل. موجودين الطاقة، لأنه أنا شفت أنه ده نحكي على الطاقة ووراها التنجيم والطاقة والتنجيم ما لها علاقة الطاقة بالتنجيم من فصلة تماما أبدا، مع كل احترامي طبعا لأنه بالأخير هي وجهة نظر. إحنا بالطاقة نقول كل كلام هي وجهة نظر مثيرة للاهتمام، خلاص يعني وجهة نظرك، فأني مو أريد أحاول أثبت وجهة نظري أو أخطأ وجهة نظرك أبدا، وجهة نظرك وأنا أحترمها. فمع كل احترامي لكل الناس اللي عالم فلك أو عالم تنجيم، بالأخير هو ده يشوف إلى متابعين إلى ناس مهتمين، فخلاص يعني هذا شأنه. بس الطاقة ما لها علاقة تمام. بالتنجيم هاي واحدة. ثانيا مو كل الأشياء هو علم مادي. أنا أمي أقرب الناس إلي تحس بي، وين العلم المادي؟ أمي أقرب الناس إلي تحس بي، تخابرني على بعد المسافات مثلا. طبعا أنا أمي متوفية يعني الله يرحمها ويرحم الجميع، بس مثلا كانت تحس بي، هاي وين ألقالها تفسير مادي؟ ارتباط روحي والدم والقرابة. أكو أشياء نعيشها حقيقة حقيقة. أنا يخطر على بالي شخص وألاقيه مخابرني، وين الدليل المادي؟ أكو أشياء روحانية توارد. إحنا عايشيها دنعيشها في كل لحظة، سواء إنه إحنا رفضنا وجود هاي الطاقة، بس إحنا تحت إحنا تحت سيطرتها، بس ممكن أكون رافض، بس بالأخير هي ماشية عليه، هي قانون كون يعني ماشية عليه، سواء قانون الكارما سواء قانون الجذب. يعني أنا من حقي إنه يعني ما أعترف بوجوده لأن ماكو دليل علمي أو مادي، بس أنا نتحدث يعني. عن إثبات الغيبيات، فهي راح تدخلنا حتى بقضية الدين، على اعتبار ديننا الإسلامي بالضبط. أيضا بجنبه كبيرة من عنده مبني على الغيبيات بالضبط. قضية الوحي وإلى آخره. خلينا نقول هذا جانب. من جانب آخر، العلم شيء أو الدين شيء، واللي دي يطبقوه شيء آخر تماماً. زين. الدين والإسلام شيء، والمسلمين اللي فاهمين أو دي يصدرون للديانات الأخرى وللعالم إنه إحنا كذا وإحنا كذا شيء آخر. الدين بريء منهم، الإسلام بريء منهم. فأنا اليوم كمختصة خلينا نقول بعلم التنمية البشرية أو علم الطاقة بالضبط. الطاقة ما لها علاقة إنه أكو ناس استخدموها بشكل خاطئ أو تاجروا بيها، هذا منفصل. لكن اكو ناس دخلائي، اكو ناس استخدموها بشكل سلبي. مثل ما تفضل الدكتور، احنا يعني قبل الهوى قلنا انه احنا اكو ناس ترقي او اكو ناس، بس هو ده يستخدم القران، ده يستخدم الدين بشكل خاطئ. ما اجي اقول القران او اللي ده يقرا، لكل علم استخدامات خاطئه بالضبط. فاذا علم الطاقه بعيد عن التنجيم، علم الطاقه هو احنا خاضعين له سواء اعترفنا او ما اعترفنا به. ثلاثه، اني مهم جدا انه افصل العلم عن الناس الدخلاء. اما موضوع الكتابه فرب العالمين نعم تعقيب. يعني الامر متعلق بالشعور، لذلك انا قلت للدكتور، قلت له ما ممكن ان نعتبر شعورنا هو الشاهد او الدليل على وجود هذا العلم. ممكن تستمعين لموسيقى، ممكن تسوين يوغا، ممكن تسوين مديتيشن مثلا. هسه المدارس الروحيه هوايه وكل من لها ربما خط الشعور براحه بتحسن. هل عقل الباطن ممكن انه هو دا يصدق اللي يصير على اعتبار حاله التكرار؟ تقوليها على نفسك حتى اذا كنت ما مقتنعه العقل الباطن ممكن ما اعرف يعني انتم علماء طاقه تقولون بهذه التفصيله. القضيه متعلقه بشعورنا انه انا اذا شعرت بطريقه بالضبط. ايجابيه معناها دا يشتغل وياي هذا الشيء يعني صحيح؟ احسنتي ست ختام. هو مو ايهام، يعني انا اليوم من اثرت ايجابيا بتغيير حياه مئات او الاف من فضل رب العالمين، هذا اكبر إنجاز. دليل مادي غيرت له، ما دا بيع له وهم. دا يجوني حالات دا يقول لي اني كنت، واني اول الناس، ليش احكي عن اني اول الناس؟ اني من خلال علم الطاقه ومن خلال التدريب على الحياه، اني مثلا ما تقولوا لي، يقولوا لي يعني شنو مدربه حياه؟ تعلمين الناس شلون تعيش؟ اقول لهم ايه، لان احيانا احنا نكون في ضائقه من الحياه، في كورنر او زاويه جدا صعبه. يعني تجي علي الحياه هوايه، العراقي هوايه جتي علي الحياه هوايه هوايه هوايه، يعني تحديات وسنوات عجاف. طيب من يساعده؟ هو نفسه؟ يعني هو الشخص الضعيف هو راح يساعد حاله؟ لا، احتاج شخص، بس مو اي شخص، مرشد. احتاج شخص اختصاص، مثل ما اني امرض اروح على الطبيب، مثل ما اني اريد انا اكون الطبيب الصح طبعا اكيد. يعني شخص ذو علم واروح له. طيب انا اذا يعني ضربت قاع
وضعفت وعندي ظروف خاصة أو عامة لها علاقة ببلدي، تعبت أنا غير قادرة على أنه أنهض بنفسي مرة ثانية، راح أروح على أي شخص؟ لا، راح أروح على الشخص اللي استشاري الصح، راح يعلمني شلون مثل ما تفضلتي، يعطيني تحفيز، ما راح يبيع لي وهم أبداً. أنا في منأى عن الناس اللي دا تبيع وهم، أكيد يعني هو في كل علم وفي كل أكيد أكو دخلاء. أنا مع أعطيه تحفيز، أعطيه دعم، أغير وجهة نظره للحياة، أخليه يركز على الجوانب الإيجابية، أخليه يشوف الحياة من زاوية أخرى، راح يبدي هو يبدع، هو الحالة خلص بعد أنا بس اطيت الأساس، هو راح يعرف يشق طريقة بعد خلص يعني أنا اطيت الأساسات واطيت مثل ما نقول المبادئ الأساسية خلص هو فهم النقطة وين. لكن على أن ما يكون هو دائما سعيد، دائما مبتسم، دائما مبتهج، هذا اللي يسموه الإيجابية السامة، أنت عبر عن ألمك، إذا حزين كن حزين، يعني كن متصالح مع نفسك. طبعاً أنا دائماً أقول يعني أنا هسه مثلاً صار لي 10 سنوات بمجال الوعي ودا أشتغل على حالي، هل أنا دائماً سعيدة؟ يعني دائماً أقولها للكلاينتس اللي يجوني العملاء حتى ما أبيع لهم وهم، أقول لهم أنت تعتقدون إنه أنا عايشة حياة وردية؟ مرات يقولون إيه ست إحنا نعتقد هيك، أقول لهم لا والله أنا ما قلت، أنتوا اعتقدتوا، أنا ما لي علاقة باعتقادكم، أنا أمر باختبارات، أمر بتحديات، أمر بصعوبات. الفرق بين الإنسان الواعي واللي وعي أقل أنه أنا أقدر أتجاوز هاي التحديات والاختبارات، أبكي، أعبر، أنعزل عن العالم، بس بمكان ما أدخل بالمشكلة أو التحدي اللي أنا بيها سنة ممكن تعبر بشهر. طيب هذا الفرق. واضح. ستأسيل قضية البدايات وقضية النوايا، البعض يقول يعني بعض المدارس أو بعض المدربين، مدربين التنمية والطاقة يقولون إذا كانت بيئتك غير داعمة لهذا الهدف فلا تتمناه باختصار. نعم. فشلون إذا واحد كان في العراق وعنده أحلام كبيرة؟ أكيد. كيف ممكن أن يضع هذا الهدف؟ طيب خلي نسأل قبل ما أجاوبك، هل لا يوجد في العراق ناس محققة أهدافها؟ أثرياء، سعداء، عايشين يومهم صح، يخلي الخطة والهدف ويوصل له؟ خلص، ما دام هذا الشخص موجود بعالمي، موجود بالوقت اللي أنا بيه، موجودة بمجتمعي، إذا أنا أقدر. إحنا هاي القاعدة، أنا ما دام يعني إحنا القاعة أكبر محفز ربما يعني بالضبط للقمة. بالضبط هو بالضبط، وإحنا بنضرب قاع أكيد وراها يعني نصعد قمة يعني بإذن الله. بس أنا مثلا شلون أنا أقنع المتلقي العراقي اللي يقول لي يعني يا طاقة إيجابية أنتوا جد تسولفون إحنا بيا وضع؟ أقول له في مجتمعك، في عالمك الخاص أنت بيك، ما أكو شخص ناجح في ظل هاي الظروف؟ أكيد أكو. طيب إذا هو قدر في هذا الظرف الصعب، أنت ليش ما تقدر؟ يعني شنو الإمكانيات المتوفرة له؟ ما هو بالعراق وأنت بالعراق، كلك الطاقة مختلفة، الظرف مختلف ربما. أبداً. والله ست ختام، أكو ناس بدت من تحت الصفر، مو من الصفر، يعني على مستوى الثقافة فتشي كلش بسيط، على مستوى الوعي فتشي كلش وما شاء الله يعني اللي يبدأ بخطوة بسيطة وبعد تبدأ يعني الخطوات الأخرى، حققوا نجاحات وأنا أثني عليهم. ممكن أختلف الطريقة، يمكن محتواهم يمكن أختلف، بس بالأخير هو حقق، بالأخير هو نجح، بالأخير قدر يخلق عالم بعيد عن عالم القديم. والله لا بشهادة وبإمكانيات بسيطة، هو عايش بالعراق، وضع المادي كان تحت الصفر، وضعه مثل ما نقول المعنوي كان جدا سيء، هسه ما شاء الله نلاقيه يعني من ضمن خلينا نقول الإيجابية فطرة لو نتعلمها، هي فطرة. بس بسبب هاي الأحداث اللي نعيشها، يعني الوعي الجمعي والمجتمع والتربية والبيت والعراق والظروف هاي كلها، يصير مثل البلوكات على هاي الفطرة. فإحنا باختصار شوية نفكك هاي البلوكات حتى نخلي الشخص يرجع للفطرة. طيب دكتور، أريد تعقيبك على قضية الحسي وغير الحسي، الملموس وغير الملموس. يعني نشوف إحنا نشاهد ملايين الناس تتوجه صوب المراقد المقدسة، المراقد الدينية طبعا. سواء المسلمين، الكنائس، المعابد، كل الأديان الأخرى تستشعر هذه الطاقة ويمكن تأخذ من عندها وتنهل الشيء الكثير. يعني هذه إذن ما لها وجود أيضا؟ لو شلون تفسرها؟ راح أضرب لك مثال مباشر. أصلا أنا قبل أيام جيت من العمرة طبعا، فكنت في الكعبة، طبعا نشوف الكعبة هو أجمل مكان بالعالم بالنسبة لي، وأنا زاري الدنيا كلها يعني. لكن أقول ذول مشركين قريش، مشركين قريش من كانوا يجون للأصنام، هم كلش يأخذون طاقة يعتقدون من الأصنام، هل الأصنام يفعل عندها طاقة؟ إحنا شلون نظلمه؟ قضية متعلقة بالاعتقاد؟ بالاعتقاد طبعا. والدليل من اعتقد بحجر كفى، أي من إجى إبراهيم الحبشي، إبراهيم الأشرم يسموه، لأنه كان عنده مشكلة وتعارك مع رياض، في قصة طويلة يعني، إجى يفلش الكعبة اللي إحنا كلش نعتقد بها أصلا يعني، ماكو هيك ربط يعني. إجوا الأمريكان محتلوا العراق، ضربوا المساجد مالتنا كلها يعني، وإحنا المساجد نعتقدها فد شيء كبير. ف
فانت شلون تنظر للموضوع؟ لكن اكو تاثير. لا شوفي متعلق شوف بالاعتقاد أختي سواء امنا او لم نؤمن. لا شوف اكو نقطه احنا حتى ما يصير سجال انا انتقل للنقطه الاهم اللي هو الطاقه الايجابيه انه احنا من تقول العيشي هذا علمي اقول الدليل العلم بمرتكزات هذا ضمن المرتكزات او لا. اما الطاقه بمعنى الطاقه والتفاؤل اي طبعا اكو شركه سوت مثلا اختبار على 174 مدير 174 مدير للشركه متوسط اعمارهم 44 سنه هاي لغه ارقام شافوا ذولي اكثر من نص طبعا هذا مدير ومدير مو مثلنا هنا يعني مدير حقيقي يعني لا يجي بواسطه ولا يجي حزب ولا اجى هذا بجهده وبامكانياته صار مدير فشافوا اكثر من نصفهم عندهم امراض مزمنه ضغط وسكر وارتفاع لانه هذا كله من القلق والشت داون اللي يصير عنده دائما احنا نحتاج كمدرب تنميه بشري طبعا نحتاج يريد دليل الطريق الصحيح وبالمناسبه انا شفت في امريكا يعني من درست هناك شفت في امريكا الامريكان بسنه 2012 كنت هناك سنويا يصرفون على دورات التنميه بكل انواعها 114 مليار دولار 114 مليار دولار ماكو موظف ما يمر دورات تنميه بشريه لازم يمر لكن الدورات على اساس علميا قلت لهم زين دول ايش قد ممكن تصنع منهم هاي الدورات ايش قد ينجحون ايش قد يصيرون قاده يعني فد 20% قال ايش دعوه 20% احنا نحتاج حتى يطلعون قاده دا يقول على هيومن ديفلوبمنت القائد حقيقي يقول 2% نحتاج منهم والباقي نخلي يصير موظفين ناجحين احنا بالعراق من تقول مثل هذا ناجح هو شنو مقياس النجاح؟ العراق ترى اي يعني هو بالمناسبه انا كنت يعني في كندا وشفت واحد كندي يقول الفلوس كلها بالعراق يعني الماني ان ايراك يعني ليش؟ لانه العراق هذا يعتبر نجاح انه يجي واحد من الصفر ويسرق اموال الشعب وصار ملياردير هذا مو نجاح، النجاح الحقيقي انت تسوي بصمه عند الاخرين، تسوي بصمه انه انت متميز انت جيت من الصفر فعلا طورت نفسك ونجحت فعلا تطورت، هل هذا موجود بالعراق؟ في العراق خارج التغطيه بهذا الجانب، لكن نجي احنا الناس حتى تكون ناجحه وحتى اقول الطاقه الايجابيه الحقيقيه ان احنا نروح نساعد الناس الفقراء والناس المساكين والمحتاجين ويام اكثرهم في بلدنا. بس فيش دكتور يعني العراق خارج التغطيه ما عندنا ناس نجحوا بالعراق. لا دا احكي بصوره عامه انا شوف احنا ما نريد نشخصن الامور. لا 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 بس يعني حقيقه يعني الملياردريه الموجودين بالعراق نجي نشرح واحد واحد نجي هم فعلا اجوا بدوا من الصفر يعني مثل ما بدوا مثل علي بابا ابو الصين مثلا اللي رفض مره ومرتين وعشر في مشاريع في مشاريع ذولي اجوا ايش قد نسبتهم ايش قد نسبتهم هم فعلا صاروا ملياردارية بالطريق الشرعي الصحيح هذا الرات سؤال اجابته كلش واسعه اعتقد هذا لا يمنع اكو ناس ناجحه بالعراق انا النجاح عندي غير اللي يشوفه مو ايش قد جمعت مال النجاح انا ايش قد انت قدرت تسعد الاخرين ايش قد تبدي من الصفر فعلا وتعتمد على نفسك وعلى قدراتك وتظل انا حتى اغادر هذه الجدليه واعقب على تفصيله ذكرتها في نهايه حديثك العطاء ينطينا طاقة إيجابية قلت إيش قد نقدر نفرح الآخرين راح نحس بشعور رضا اي شوفي شايفه فيلم سوبرمان الجزء الاول سوبرمان يعني انت مو موجود يمكن بالسبعينات من ناحيه السبعينات بس اكيد موجود الان لا الفيلم هو الفيلم أي. يكرر هذا الممثل مالته طبعا جابوه ممثل هو ما كان مشهور جدا يعني حتى يجيبون انا شايف هوليود عارف شلون يفكرون ما يجيبون ممثل مشهور حتى راح صارت اسمه بسوبرمان هذا اشتهر كلش ورا في سوبرمان كان كلش يحب الصعود على الخيول مره صعد على الخيل وقع صار بشلل رباعي نعم. وانتهى الموضوع قالوا له انت حتى كأب ديبريشن صار بي بالمناسبه انا اظل اقول احب لغه الارقام الامريكان يوميا يشربون 6 مليون حبايه مهدئه 6 مليون يوميا الشعب الامريكي اللي هو 330 مليون واحد قالوا له حتى ترتاح نفسيا اراد الطاقه الايجابيه هاي الحقيقيه مو اللي المختلفين عليها صح او لا انه تمشي مع سكه القطار وتخلي على العربه مالتك المتنقله وين اكو واحد تعبان فقير روح ساعده راح ترتاح نفسيا هو يسولف طبعا بالمناسبه هو توفي الممثل بعدين يقول ارتاحت نفسيا لانه فعلا ساعد الاخر العطاء طبعا جدا مهم ولذلك انا يعني انا عند اتشرف عندي مؤسسه مال ايتام يجوني كثير من الناس المشاهير رياضيين فنانين او يجي كلش تعبان المشكله الناس تشوف الصوره الظاهريه ترى حتى الناس الاغنياء مو كلش مرتاحين يعني المرتاح هو اللي عنده عطاء حقيقي لان هذا راح يظل مشغول باله بفلوسه مو كان بفلوسه تحرسه ويحرس الفلوس من يجي يعطي عطاء لهاي الناس الفقراء يرتاح نفسيا كلش اكيد يعني دكتور رسول اذا عندك تعقيب بالبدايه واريد اعرف وجهه نظرك بما انه انت يعني اختصاصك هو علم الاجتماع دائما ما تثار نظريات كثيره حول شخصيه الفرد العراقي وقراءات ربما ايضا
كثيرة، لكن في جنب يؤخذ على العراقي أنه هو يعني خلينا نقول ما يتعلم من أخطائه، أو هو عنده ربما متلازمة ستوكهولم التعاطف مع الجلاد أو مع الظالم، فلذلك نشوفه يمكن ما يغير واقعه في كل انتخابات، يعني بجزئية ينتخب ذات الوجوه، عنده ذاكرة السمكة مثل ما ذكرت، يغادر الأزمات بسهولة. شلون تحكم على هذه التفصيلة؟ طبعا كثيرة هي القراءات للشخصية العراقية، منها الأجلاء وأساتذة وإعلام لا أستطيع أن أذكرهم، لأنه لدينا حقيقة تقاطعات مع هذه القراءات. حتى مع أستاذنا الدكتور الوردي سأقولها بصراحة، أنه كان يجلد الشخصية العراقية عندما بالغ في قضية الازدواجية، ولو هو الناس حملوه ما لم يقل، طالما نحن في جدلية العلم والخرافة والفرضية والنظرية، هو يمكن يعرف دكتور حازم ويعرف كل ذوي الاختصاص، هو أطلق فرضياته الثلاث: صراع البداء والحضارة، والازدواجية، والتناشز الاجتماعي في الشخصية أو في المجتمع العراقي. كلها فرضيات بدأ الاشترار من بعده لمدرسته ولمن هم من مدارس أخرى على أنها نظرية، والرجل لم يرقى بها إلى نظرية، إنما فرضيات لم يتم التثبت أو التأكد من صحتها. فأعتقد هذا نوع من الإجحاف بحق الشخصية العراقية. الشخصية العراقية نعم متلازمة ستوكهولم والذاكرة السمكية وكذا، طالما نحن نتكلم اليوم عن الطاقة، فإذا امتلكنا اليوم حكومة بأبسط تعريفاتها راعي رسمي لرعاياها فعلا، فيمكن أن تستثمر وتخليها تنسى الأزمات اللي مرت عليها وتعوضها شيء من الحرمان اللي مرت به والأزمات. فاليوم نحتاج وزارة سعادة مثل ما سويت. نحتاج إلى إرادة، نحتاج إلى إرادة سياسية، إلى قرار حكيم. اليوم على مستوى الكلام وعلى مستوى البرامج الحكومية التي تقدم من كل وزير يردد قسم، برامج جميلة جدا، لكن التطبيقات تمضي السنة وتتبدل الحكومة وتأتي حكومة على أعقاب تلك الحكومة والتطبيقات ماكو. فنحتاج إلى إرادة وإلى قرار جريء، قرار سياسي نمضي. اليوم أيضا من ضمن القراءات أن الشخصية العراقية يمكن كما كتب أرنولد توين بذلك المؤرخ السياسي المؤدلج حقيقة، كتب أنه الشخصية العراقية قول الملك فيصل، وليدقق بالتاريخ أنه لم يجد أنها شخصية تجمعها طبول وتفرقها العصي، وأنهم يغدرون بأنفسهم وبذواتهم وكذا، هذا أو كله يحكمون بالنار والحديد وتجديد للشخصية العراقية، وهذا غير صحيح. الشخصية العراقية عندها تتميز، مع احترامي لعمقنا العربي وعمقنا الأقليمي وعمقنا الإنساني على مستوى العالم ككل، لديها صفة الشهامة أو المروءة، هاي يمكن فد بقياسات البيرسنت فد جاب كبير مع أي مجتمع، حتى لو مع أشقائنا الخليجيين أو أشقائنا في المغرب والمشرق العربي، كليتهم ما يمتلكون، يعني مع جل احترامي يمكن هم يشهدون العراقي أبو النخوة أبو الغيرة أبو الشهامة. كذلك لدينا الكرم العراقي اللي أشاد به الأعداء قبل الأصدقاء، هذا اللي وين من التنظير؟ ليش انه العراقيين تجمعهم الطبول وتفرقهم العصي؟ ليش الشخصيه العراقيه دائما ازدواجيه؟ ليش دائما صار كلام لعق على السنتهم: العراقيين ما تقيمكم قيامه وما تصيبكم شاره؟ نعم يمكن اليوم اذا رجعنا على التحليلات والتفاهمات بين الست أسير والدكتور حازم، أنا استفدت منها شخصيا قضية مهمة. اليوم إذا رجعنا إلى هذه، نحتاج إلى نفهم بعضنا ونصالح مع بعضنا وأن نمضي لإحقاق الحقوق، لأنه اليوم مو أحيانا كثرة الستريت الضغط يولد انفجارات، وولدت انفجارات عندنا في المجتمع العراقي، وأطلنا شهداء ومن ثم الناس يناها. عفوا الصوت يقطع ست ختام. دكتور أقول لك مصداق حديثك حالات الانتحار الكثيرة والهروب والعنف، وحتى ربما حالة الجهالة داخل المجتمع، الذائقة المختلفة، كلها ربما هذه أسباب وهذه صور. ألو دكتور رسول تسمعني؟ لا العفو ما أسمع شيء أني. طيب بينما تصلح المشكلة خلوني أعود لست أسيل. تحدثنا عن أعود لك بعد قليل دكتور. ست أسيل تحدثنا عن ربما جذور لمشاكل قديمة إذا ما عدنا إلى علم الاجتماع وتاريخيا أيضا. البعض يقول إحنا اليوم ما نعيش هو
كارما الأجداد، إحنا في دائرة كارما الأجداد، والبعض ربما يختلف بهذه التفصيل على اعتبار ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذا جدي أخطأ، جدي السابع عشر أخطأ، فشنو أني ذنبي أتحمل مسؤولية أخطاء السابقة؟ شنو هذا الرابط الروحي اللي يربطنا مع الأجداد؟ وشنو قضية الكارما بشكل عام؟ الكارما هي يعني مثل ما قلنا بالبداية هي كلها خلينا نقول وجهات نظر، يعني أنا الكارما أفسرها يعني تفسيري خلينا نقول المنطقي، أنه أنا إذا عملت عمل فأني رح يرتد لي. أما أنه أجدادي ممكن، يعني مثلا إحنا مرات ممكن نقول كارما ثراء، ممكن يعني شلون نقول كأنما هاي صارت يعني خلينا نقول علم الوراثة والعين الملونة، إذا أخذها من جدي أو أخذها من والدي. إيه يعني هي مو هي علم الوراثة، هذا علم ثابت، يعني ممكن الشكل يشبه، بس إنه إذا إحنا عدنا بالعائلة ثراء مثلا من أجدادي، فأني أوتوماتيك يعني أثبتت الدراسات والأبحاث على الناس إنه أني إذا تربيت في بيئة غنية فبالتالي أني شعوريا مغذى عندي إنه أني قادرة على إنه أفتح مشروع أو قادرة على صناعة المال. هذا راح يعبرني خطوات تفكيري بالضبط ربما. تفكيري يعني ممكن أني شنو فرقي عن صديقي مثلا عنده كارما، خلينا نقول هو جاي من طبقة متوسطة، أوكي هو يقدر يصنع ثراء، بس أنا بالنسبة لي الثراء في ذبذباتي، هذا ممكن إحنا نقول عليها كارما. أما أنا جدي عمل فأني قاعدة أدفع ثمنه، أكو وجهة نظر هيك شيء. فقلت لك أنا بالنسبة لي أحترم وجهة نظر، بس أنا بالنسبة لي ما أتبناها، لا بصراحة لا، إنه ولا بي بي يعني بمجال شخصي أنا كل شيء أسوي ممكن يعود لي. إيه لا طبعا، هاي أنا اللي قلت لك عليه، لك أنا الكارما أفسرها إنه اليوم أنا شنو أسوي النفسي للآخرين في مجال إسعاد الناس، مثل ما تفضل الدكتور، أنا دا أسوي عطاء، أنا دا أساعد الناس، فبالتالي راح ترجع بأضعاف مضاعفة. حتى وإن كنت ربما أنا اقترفت، هسه يمكن هذا تساؤل عندي شخصيا ستأسيل، اقترفت ربما فد خطأ أو تصرف معين ما كنت بالوعي اللي أمتلكه الآن، والآن ربما أنا نادمة على هذا الفعل، هل ضروري أتعاقب عليه مستقبلا؟ أحيانا يكون كارما، يعني ثاني مرات مثلا من أدخل في تحدي أول شيء أفكر به، أول شيء أقول ممكن كارما، ممكن أذيت شخص، ممكن كنت في وعي آخر، ممكن شخص احتاج مساعدة وآني فرب العالمين دي يرجع لي هاي الكارما، فأبدي أحاسب. إحنا لازم نحاسب أرواحنا حتى نصحح، أنا مو أحاسب حتى ألوم، لأن إحنا عندنا طاقة التأنيب هي طاقة جدا منخفضة، أظل أقول آني كنت ليش وليش هيك سويت، لا مميتة للإنسان، لا إيه بالضبط، هي جدا يعني طاقة جدا ضعيفة وتؤدي بي إلى إنه أنا طيب. أتراجع. بينما إذا فهمت إنه آني كنت في وعي آخر وممكن هاي كارما، اذا تعلمت علي بالضبط، تعلمت الدرس وابدي اصحح على الجاي، يعني شلون ادارك انا كنت، ولذلك اذا ما تعلمت الدرس من اول مره ممكن تعاد علي، يظل ينعاد الدرس ذات الاختبار لحين ما انا اوصل لمرحله قناعه. تحدثت قبل ان انتقل للدكتور الى قضيه سنه بها طاقه انثويه وطاقه ذكوريه، نعم شنو السنوات اللي يعني اللي مرت الاخيره والجايه هي سنوات فعلا بها طاقه انثويه عاليه، يعني احنا بها مميزات للانثى طبعا اكيد، لا شلون طبعا زي. اكيد يعني مثلا هسه ابسط شيء بواقع المجتمع العراقي، احنا قبل خلينا نقول 10 سنوات اذا كنا نشوف مثلا امراه تسوق سياره شوفها غريبه، بينما هسه ما شاء الله اللي خلينا نقول على مستوى الاعلام، على مستوى الوعي، على مستوى الطب، على أكو مستوى تاثير للنساء، أصبح تأثير، أصبح لهم تأثير. ترباكم يعني دكتور طاقة هاي السنة يعني أنثوية. يعني جاية. يسوي جمعيات لحقوق الرجل هسه. طبعاً لأنه يصير اعتداءات من بعض النساء على رجالهم. يعني في شمال العراق 541 حالة اعتداء من النساء على رجالهم ما شاء الله يعني. إيه بس إذا ردنا نقارنها بالاعتداءات الذكورية أكيد لا تعد ولا تحصى. دكتور ضحكت على قضية من حكينا بمتلازمة ستوكهولم وأريد أعرف شنو تعقيبك على الموضوع. متلازمة ستوكهولم هاي صارت ترى ب72 طب أحدهم إلى بنك وش اسمه حجز ناس ظل يومين وأذاهم كلش، هانهم بعدين هم تعاطفوا يا كلش، طلبوا حتى بالمحكمة السعودية في ستوكهولم أنه هذا يدافعون عنه. الكثير من الناس يتحب واحد يظلمها، لأنه الكثير من الناس يتحب تحس بحالة القطيع وحالة العبيد، يعني تعرفين من صار التحرير مع ماكدونالد في أمريكا 1700 كسر حرروا العبيد، حررهم قالوا طلعوا ثلث من العبيد رجعوا لساتهم، قالوا ما نعرف نعيش بدون ما نكون إحنا عبيد أصلا. أرجع إلى يعني هذا يترجم قضية أنه إحنا ليش دائما ننتخب ذات الوجوه وليش دائما نكون مؤدلجين وليش
يخرج دائما خطاب الأحزاب السياسية، بعض الأحزاب السياسية الفاسدة يؤثر بثلة من الناس. طبعًا. هذا يترجم بسبب بسيط. أنا إذا نقارن هاي الحالة إنه هو غياب الوعي. من يصير وعي حقيقي عند الناس، يعني أكون مستوى غريفز للوعي اللي قسم العظيمة غريفز، الدراسة اللي اشترك بها 200 طالب دكتوراه وتوفى بيها، وطبعا هو اللي سوى الصلح مال جنوب افريقيا، هو اللي علم نيلسون مانديلا شلون توفى بيها. مستويات الوعي 8 من الطفولي والعشائري، اللي هو بالعراق طفولي عشائري، هو امريكي الرجل. الا مستويات الوعي التكاملي اللي احنا ما راح نوصله، هذا مستوى الوعي. يعني مثلا اللي صار بالعراق ينعاد نفس الشيء في الدنمارك سنه 96، كوبنهاغن المدينه العظيمه الراقيه، رادوا يدخلون ضمن الاتحاد الاوروبي، الشباب طلاب الكليات اللي هم ما شاء الله كلش حلوين بنات ولد، قعدوا بالشارع النابو اللي الشارع الرشيد مالتهم، انه ما ندخل ضمن احنا الاتحاد الاوروبي، ما ندخل ضمن العمله. وظلوا 3 ايام، نزلت الكلاب البوليسيه قطعت منهم لحم وظلوا باقين، ولحد الان الدنمارك ضمن الاتحاد الاوروبي لكن عملتها كورونا مو العمله اليورو، لان قرر عندهم وعي. السياسي ما يقدر يقشمر، السياسي هو براغماتي يريد رواية الأمير، يبحث عن مصلحته. مصلحته إذا الشعب هو جاهل هسه يجي عن طريق الدين، يجي عن طريق المذهب، يجي عن طريق الفلوس. الناس باعت أصواتها بشسمه. هل تتبع هذه الأحزاب أو الحكومات سياسة التجهيل للمجتمع؟ طبعا، وحقها حتى تحصل البراغماتية اللي هي هم هدفها الأساس. هو جهل وتجهيل، لأنه هذا أنا بالنسبة لهذا دكان لازم أجيب البضاعة، البضاعة مالتي جهل وتجهيل. لكن تعقيب على الأخت أسيل بما يخص أنه احنا الوراثه ما وراثه، اكو دكتور انا احب الدراسات كلش، دكتور هوفمان هذا امريكي سوى دراسه وبطل من الطب تخصص بهذا الموضوع، اكتشف اكتشاف خطير جدا انه احنا ما تاثر بينا جيناتنا، سلوكنا ياثر بجيناتنا. العكس، سلوكنا هو ياثر بجيناتنا. والدليل وشوفين اخوان اثنين من اب وام ونفس البيت قاعدين، واحد يطلع مجرم واحد يطلع كلش حباب. يعني احنا اللي نصنع الحدث، لكن احنا بصوره عامه نتيجه الظروف الموضوعيه التعبانه وعين عندنا بس قهر. نشوف العراقي مو كلش يبتسم، بس هسه شوف الحمد لله اكو ابتسامات. ذكر طالب وياي فتقاي وياي شخصيا كان من منطقتي بشعر فلسطين بالمتوسطه وبالاعداديه، وصرنا كنا طب الاسنان بس 85، كان طب اسنان وحده بالعراق، ماكو هسه 80 طب اسنان. يعني قال لي حازم تعال اقول لك أنا حاقد عليك. قلت له ليش فلان؟ ما أريد أذكر اسمه، يسوي يعرف يعني. قال لي أنا شيت بالإعدادية كل ما فرصة هو بغير شعبة، كل ما بالفرصة نطلع أشوفك بس تضحك وتشاق وجماعتك واني بس كئيب، وثاني شيء اثنيناتنا دخلنا طب أسنان اثنيناتنا طلعنا وائل. قلت له والله مشكلتك، أنا أعرف أقسم وقتي، أكو ناس هي كئيبة. هذا الشخص لحد الآن من نقعد هو متشائم جدا، خطفوني وأذوني والدنيا ضدي، بحيث من نقعد احنا طلابنا خريجت سنة 90 ما نريد نقعد وياه، لأنه فعلا يؤذي. الناس تحب واحد متفائل، متفائل طبعا بحذر. قضية مثل ما ذكرنا قبل نظرته للحياة وشخصيته شلون يباوع للأمور. المتشائم ما حد يريده، حتى زوجتك من الميمة عادي جدا. فأنت تختار تريد تكون واحد مكروه، حتى يطلع لك بالتليفون فلان سوى نفسك ما تدري تخلي عصامت يعني. فاحنا نقرر هذا. هاي جيد، خليني أوقف عند هذه النقطة يعني أشرك الحديث دكتور رسول إذا الصوت الآن يوصلك بشكل واضح. نعم أسمعك تمام. الدكتور حازم يقول حتى من يجينا شيء سلبي أو شيء مؤذي نحاول نتغاضى عنه. يمكن واحدة من أهم الأشياء الأخبار السلبية، الأخبار السيئة، يعني بعض ربما بعض المدارس تقول حتى الأخبار ممكن أنه أنت ما تتابعها حتى ما تشعر بسلبية وما تنعكس عليك سلبا. وأنا طبعا رح أتذكر شغلتنا هنا، إحنا على طول مواكبين بالأخبار، يعني إحنا السلبية عندنا بلفل كلش عالي. شلون أقدر أني أواكب وأطلع إذا كان عملي يحتم علي أن أتابع مثلا الأخبار السيئة، الأوضاع الأمنية السياسية اللي هي ربما على رأس القائمة بقضية الأخبار والمفاجآت السلبية واللي تأثر على نفسيتنا اليوم كمواطنين، مو فقط كأشخاص يعملون بهذا المجال. شلون أقدر أحافظ على طاقتي من هذه الأخبار؟ نعم، فيما يتعلق بالشق الأول أنه هل أنه كما ذكر دكتور حازم، نعم تماما، ويمكن بلغة العلم هذا أعتقد يأيد على أساس هذا العلم صار كتشكيل اسم العمليات النفسية موجود في كل الجيوش المتقدمة، وأيضا تمكنت القوات الأمنية العراقية بمختلف مؤسساتها في هذا القانون من إدراج هذا القسم، وأيضا الآن فتحت له شهادات الدبلوم العالي والدبلوم عادل الماجستير والماجستير، وإن شاء الله باتجاه الدكتوراه في أقسام علم اجتماع وعلم النفس في جامعة بغداد كلية الآداب. فعلم العمليات النفسية هو يقوم على كيف نرفع معنويات
المقاتلين، كيف نؤثر فيهم إيجابيا، كيف يتم الفصل عن الواقع السلبي أو ما يسمعون من عمليات موجهة لهم عمليات من العدو، وكيف أيضا نشتغل اشتغالات على العدو. هذا بالإمكان إذا ما سحبناه على الفرد أو من أصحاب المهن. أشفتي جنابك، نحن كإعلام نضطر نقرأ نشرة، نحاور ضيوف، نتكلم بلغة الإحصائيات بحقائق صادمة. علينا أن نتقبل كل شيء، ويمكن إدراجا على ما وعطفا على ما أشار به ضيوفك الأعزاء، يمكن أكو حكمة أعتقد الإمام علي عليه السلام يقول الإنسان متفائل الإنسان يرى الضوء لا يرى الضوء ولكن يؤمن بوجوده، والإنسان متشائم إنسان لا يرى الضوء ولكن يؤمن يرى الضوء ولا يؤمن بوجوده. هذا الإنسان يشوف ضوء وما يصدق به، إذن هو متشائم وطاقس. ففيما يتعلق بالأخوة العاملين وفي أو على تماس بهذه الأخبار، أو الطبيب اللي أو أصحاب المهن الطبية العفو اللي حمى الله الجميع اللي يشتغل تستنزف طاقة أو يشتغل تؤثر بمشاعرك، يشتغل يعني خلاف من يشتغل في ثلاجة حفظ الجثث الموتى وصالة الولادات، هاي حياة وهاي موت. لكن إذا تمكن من عزل حياته المهنية عن حياته الاجتماعية وتعامل شلون اليوم هو كما الإنسان اللي يتعامل مع آلة وتمر عليه أشياء وممكن من يعود، هو الآن مو أمام هاي الآلة، أكو تدريبات، أكو قناعات ممكن أن يرسخها بذاته. كذلك اليوم إحنا مو كل اللي يقال يعني أو نطلع عليه، أكو شيء اسمه حكمة الله سبحانه وتعالى، أكو شيء إرادة إلهية، أكو شيء تحقيق وتخطيط ومتابعة. يعني اليوم يمكن ما أعرف ست أسيل أو دكتور حازم بداية الحديث أو جنابس قلتي الكرايز أو الأزمات 90% هي الإفكت، كيف سلبية التعامل معها، 10% هو وقع تأثيرها. نعم إذا كان أكو تخطيط ومتابعة وكو بدائل وكو بلانينج أي وبي وسي، ونمضي إلى سيناريوهات بديلة حتى على مستوى الفرد. يعني اليوم أني مو كل شيء عند أول نكبة أو أول جدا أصطدم به وأسلم، لا، أبحث عن بدائل أو أوفر البدائل وأعد السيناريوهات وأتحمل مسؤولية حياتي بالكامل. بالتأكيد هذا واحد. ويمكن أعتقد أكو فد قضية أنه الإنسان شلون يمتلك هذه الطاقة الإيجابية وشلون يصدرها إلى الآخرين. يعني اليوم إذا يصير لا قدر الله حادث بالبيت، الأب يفزع قبل أبنائه طبعاً، راح يصدر لهم هذا الشعور المفزع ويركض. يجب أن تكون مسؤول وأن تتعامل مع الحدث، ومن ثم ورمة تعزل عائلتك من موقع الخطر أو مكان الخطر، بعدين تسأل شلون صار، عطاب فاعل فعل فاعل كذا. فاليوم الإنسان اللي يتعامل مع أمور سلبية أو طبيعة عمله قاسية عليه أن ينتظر أو لا ينتظر يعني من الآخرين، عليه أن يستنهض أدواته الذاتية وأن يتعامل بشيء من الحزم، بشيء من الصبر، بشيء من القناعة. الإنسان القنوع اليوم إذا امتلك هاي القناعة بالتأكيد راح يقول أنه يتمكن من مرحلة عمله اليومي. يعني اليوم أنا خلال عملي راح أتعرض أو أسمع أو أتعامل مع كثير من السلبيات، مو صحيح أصدرها للأهل والعيال أو للآخرين من حولي. قد يكون في بداية يعني مثلا إذا كان هو جديد على هذا السلك أو هذا الميدان، قد يبدأ في البداية بعدم الفصل، لكن هذا غير مسموح لأن يواصل كل حياته والله ويتعذب والله علي ضغط علي. لا، الإنسان يجب أن يكون عنده قدرة على التحمل. أما فيما يتعلق بالشخصية العراقية ككل، حتى يستفيدون من هذا الحوار يجب أن يكون أيضا ينظرون إلى الجوانب المشرقة، ينظرون إلى الأزمات السلبية اللي مرينا بها وتجاوزناها بفضل الله تعالى. ويمكن أكو في القضية اختيرت عام 2018 على أنها اللقطة الأجمل لصناعة الحياة، انفجار في منطقة الرصافة، ما أعرف تحديدا يا منطقة، 3 سيارات مفخخة وحزام وما أعرف شنو وأشلاء، بعدها الفرق الدفاع المدني أخمدت النيران، وبعدها الأدخنة تتصاعد من الهياكل المشتعلة، وأم تصطحب ابنها وتحمل الحقيبة تودي للمدرسة لأن حياة مستمرة بالنهاية دكتور. يعني هذا ما يسمح به الوقت، والكلام جميل ونحتاج ربما لوقت أطول، لكن كلمة أخيرة يعني بأقل من نصف دقيقة ويا ست أسيل، خلينا نقول كنصيحة للعام الجديد.
والله أني بصراحة قبل ما أقول نصيحة للعام الجديد اللي أنويه وأتمناه إنه يصبح أكو مادة تدرس من يعني من الطفولة اللي هي من الأول الابتدائي عندنا، إنه كيف ممكن تشحن ذاتك، كيف ممكن تكون إيجابي، كيف ترفض المقارنات، كيف ممكن تصنع مال، كيف ممكن تحب حياتك. والله أتمنى هاي أمنيتي أنويها بالعراق جدا، حتى الطفل من يتعرض للتنمر أو أمه تقارنه ما يحتاج، هو هو عارف، هو دارس. يعني مع احترامي لكل العلوم الاخرى، العلم الرياضيات والعلم الجغرافي، مع كل احترامي، بس والله هذا يعني اهم جدا جدا جدا. فانوي يعني هاي هاي دائما اقول هاي امنيتي، هاي نيتي للشعب العراقي، هاي اللي اتمنى انه اني اكون موجود على قيد الحياه واشهد هذا الشيء. صوتي لصوتك، التفاته جدا جميله، شكرا ست أسيل. كلمه اخيره دكتور. يعني اقول النجاح ما يجي من الخارج، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. النجاح انت تجيب لنفسك، ونسبه الناجحين في امريكا 3%، العراق يستحق انه يكون نسبه النجاح اكثر بكثير. شكرا جزيلا دكتور حازم دوس العتابي، خبير التنميه البشريه، وايضا ست أسيل حسين، مدرب التنميه البشريه ومدربه حياه. سعيدين اليوم بوجودك وبوجود الدكتور. وايضا شكرا للدكتور رسول المطلق، استاذ علم الاجتماع، شكرا لك جزيلا استاذ رسول. ولكم ايضا مشاهدينا على طيب المتابعه، ومره اخرى نتمنى لكم سنه سعيده وامنه ومليئه بالطاقه الايجابيه. شكرا لكم.